منطقة فالنسيا في شرق البلاد نموذج، وفي الصورة أشجار قضت عليها النيران. السلطات الإسبانية قالت إن الحرائق في فالنسيا أخمدتها الأمطار يوم الأربعاء بحر هذا الأسبوع، إلا أنها اندلعت مرة أخرى ليلة الخميس بسبب الرياح القوية. 400 شخص و36 طائرة وضعت من أجل السيطرة على حريق الغابات الذي أدى إلى احتراق أكثر من 190 ألف هكتار، الأمر الذي دفع السلطات إلى إجلاء أكثر من 1000 شخص في القرى المجاورة. رغم الجهود الكبيرة لرجال الإطفاء الإسبان، إلا أن لهيب النيران يواصل حصد المزيد من الأشجار والأراضي الخضراء. هكذا هو المشهد إذن في إسبانيا هذا العام، صيف حار حصد الأخضر واليابس في بلاد الفلامينكو.